بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه فخامه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه الشقيقه وذلك بمناسبه ذكرى اليوم الوطني لبلاده اعرب سموه فيها عن صادق تهنيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبه الوطنيه. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه مماثله الى اخيه دوله الدكتور عبد العزيز جراد الوزير الاول بالجمهوريه الجزائريه